اليوم المعهد العالي للدراسات البحرية كان ضمن النسخة الرابعة من منتدى شركات وطلاب. هذا المنتدى كيوفر للطلاب واحد لقاء مع مجموعة من الأخصائيين في المجال البحري، وأيضا لقاء مع مجموعة من الشركات في سواء في الموانئ أو في البحر. وهذا الملتقى أيضا كيوفر مجموعة من المنتديات ومجموعة من الموائد المستديرة كيتناقشوا فيها مجموعة من المواضيع اللي عندهم أهمية كبرى في المجال البحري. هذا العام الإضافة اللي تزادت في الإزام هي افتتاح سلكين جديدين، سيكل ماستر وسيكل ماستر في جيسيون ماريتيم وسيكل انجينيور. استوحينا من هذه الشعبتين بجوج من أجل استضافة شركات في نطاق واسع، نوسع النطاق ديال الشركات اللي غادي نصادفوهم. مثال هذا العام معنا طونجي ميد ومعنا حتى لاكام. هذه النسخة هذه كتعالج الموضوع ديال القطاع البحري والمدرسة المعهد العالي للدراسات البحرية آفاق والتحديات. هذه النسخة جات مرة 4 سنين ديال توقف بسبب جائحة، وهذا العام كان لنا الشرف أننا نصادفوا مجموعة من الشركات الجديدة مثل FRS اللي زارتنا لأول مرة، ومجموعة من الشركات اللي وفية لهذا الملتقى بحال سيما سي جي ام وبحال طونجي ميد اللي كيرافقونا في جميع النسخ ديال الملتقيات.